عند المشهد هذا. أنا أبي، أنت قلت إنه بكيت ثلاث مرات في الجزائر. نعم نعم، يمكن تصير مرات ثانية. لكن الذي عندي ثلاث. نعم. هذه مرة خرجنا من عنابة ونحن في الحضور، وإذا عجوز ترفع يدي، ما عندها، أنا في السيارة والزجاج بيننا، ما وجدت التعبير إلا أن ترفع يديها وتشهق. طبعا تأثر من هذا، يعني امرأة عجوز في الجزائر لا ليست بأم ولا خالة، لكنها مثلا في الإسلام تربطك بعقيدة الدين هذا العظيم. مرة أيضا هذه الأولى. الثانية دخلنا في جامعة الأمير عبد القادر الجزائري في قسنطينة. ف جاء طبعا البروتوكول أن الشدر الوطني يعرض يعني للزعماء وكذا والضيوف الكبار، ولكنهم خالفوا المألوف قبل المحاضرة، قرأوا آية من القرآن ثم النشيد الوطني الجزائري، وهو نشيد الثورة، يوم حرروا وطنهم ودفعوا مليون ونصف مليون شهيد. وهذا فقام الناس جميعا عند النشيد، ونشيد مؤثر لشاعر الثورة عندهم، كان كتبها في الزنزان القصيدة من السجن، اسمه مفدي زكريا. تذكر من الأبي؟ نحن ثرنا في حياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحد الجزائر، فاشهدوا 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 يا فرنسا، قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، فاستعدي وخذي منا الجواب، يا فرنسا قد دنا وقت الحساب. قوية ومرعبة ومزلزلة، وتعرف أنا شاعر، وقاموا كل فقمنا توكلنا على الله وقمنا وقوفا. نعم، قلت المشايخ استعدوا قموا عليكم، توكلوا على الله، الله بيتجاوز عنا. نعم. وبيسامحنا. طبعا تأثرت يعني، طبعا سالت الدموع لأن الكلام قوي، وشاهد الجزائريين أمامي رجال ونساء، واحدة مثلا كان عمها قتيل وعمها جريح وضحوا، فمنهم يعني طهروا بلادهم من المحتل. فكانت هذه هي الدمعة الثانية. الثالثة كنا في الجزائر العاصمة، فنقلوا المحاضرة من المساجد إلى الأستاذ الرياضي. فلما جيت الاستاد الرياضي، واذا الناس كالغمام، واذا الناس والامن وكذا، وقلت من انا، وقلت لنفسي لقد ارتكيت امرا صعبا يا روعي الغنم. طبعا يتاثر الانسان، ثم قدم مقدمه، فرديت عليه قصيده ورحبت، وكنت انا اردت ان اتكلم يعني محاضره وانا جالس، لكن هم احتاطوا اذكيهم على كل حال، تجد كل شيء جاهز عندهم، فحطوا منصه للجلوس وماسة، وحطوا ميكروفون ومنصة هنا. فلما سمعت الكلام وشفت الجمهور، رفع القلم عني، وجتني حمى من حمى تهامة هذه. قلت اي نعم، انت اذا شفت الجمهور هاي تجيك الحمى مرة. جم حمى، فقمت ومسكت الميكروفون وسلمت عليهم، قلت قسما بالله يا شعب الجزائر، لا لا لا، عطني القصيدة من ضمنها. قسما بالله يا شعب الجزائر، انكم في جبهة الدنيا منائر، يا وقود الثورة الكبرى ويا قوة الإسلام في تلك في المنائر. ثم من ضمنها قلت أنتم من ضمنها، وعلى بركات الله شعب الجزائر، ما أحفظها. والقصيدة الثانية حي الجزائر وانشد في نواحيها، وابعث لها الشوق قاصيها ودانيها، أرض البطولات حي الله مقدمكم، كتائب البغي قد قصوا نواصيها، أنتم عروبة أيام الكفاح وسل فرنسا وقد خابت أمانيها، إلى أن قلت فيها محمد رمزها والله راعيها، أنتم أساتذة التحرير، ثورتكم للعالم الحر إيقاظا وتنبيها، سيئوا على بركات الله يحفظكم، محمد رمزها والله راعيها. فهتاف وتصفيق وتكبير. ثم يجيك الكلام بعد أن يعطوني فرصة أجيب شيء مدد من الحديث، فإذا أعطيتهم شيء أتوا بشيء. فخاطبت فيهم الاستقلال، الإسلام، الدين، الرسالة، أرض يعني الكفاح والبطولات ونحو ذلك. شكرا يا شيخ على كل حال. حبيت السعوديين يقول لك الجزائريين مش مسلمين. كي جاء هذاك وسيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسيم يوسف أخي، كي راح دار فيديو على الجزائر وقالك شعب الجزائري مسلم يرحب بالناس، وشعب شعب في القمة وشعب كذا، وكان واحد داعية راهو في الجزائر أكتوالمو، أنا نحوس على فيديو تاعو كي كان في الجزائر. هاي ليك، شوفوا معايا هاد الداعية، هاد السيد هدايا، لا والله يعطيكم، هاد السيد هدايا يموت على الجزائر قبل ما شافها.
قسنطينة. البرد شديد والمطر خفيف. الشيخ عبد الحميد. نعم شيخي. خدعتموني. خدعني أهل الجزائر. تعال قسطنطينة، تعال قسطنطينة. هذا فيلم رعب هنا. البرد شديد. ما أنصح حد يجي قسطنطينة. أبشر بأنه اليوم أو غدا سيسقط الثلج. بعد؟ لا إله إلا الله. شوف الشيخ. نعم. بعض أحيانا الكلمة خدعتموني أهل الجزائر. يلقى واحد انت الحوار طويل يقتضي في هذه الكلمه يقول هاي فقط خدعتموني اهل الجزائر فقط يرددوا هي فقط لا 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 ان شاء الله اهل الجزائر طيبون يعرفون اني امزح والله انا اسعد ما اكون اليوم اسعد ما اكون وأنا الحمد لله صلينا الظهر والعصر جمعا قصرا والآن نذهب عائدون إلى السكن حتى ونقول لكم حاجة له فميغ فيديو تاعو قبل ما يروح أصحابه هدروا له على الجزائر عنده 10 سنين وكل خطرة يفكر حب يعرف ابن باديس حب يعرف مفدي زكريا حب يعرف يعني شغل الجزائر ولا تساكنت له في قلبه وفي دماغه 4 سنين وهو يحب يروح وتحققت الأمنية تاعه على كل حال راح للجزائر راح شهر هذا يعني في فلوراسي بس كنت صور من لوراس أول منزل دار فيديو كان من تحت 5 علامات تاع الجزائر قال شوفوا جمال الجزائر جمال الطبيعة البحر شوفوا هكذا شوفوا هكذا يعني حاجة رائعة هذا السيد ما هوش هيبوكريت يحب الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد أتحدى أي سعودي اللي يقول الجزائر ماشي بلد المليون ونصف المليون شهيد والجزائر ماشي بلد مسلمة لو كان ماشي بلد مسلمة علاه الدعاة تاع هكذاك لا في سبيل الله قال ضربت له في دماغ هكذا نروح نشوف زاير كان محتل تمام لو كان تشوف قال لهم شوفوا الفيديو تاعو باسكو هو وي من الدعاة من الشرق الأوسط يشكروا في الجزائر يعني هذا كما يقول لك هذا شرف شكروا على كل حال تكون مفيدة وتكون مليحة وتكون كما يقول لك يكون بيان و end of